يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة الآية، بشرح فضيلتكم لي: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، قلتم بأن النصارى أهل رأفة ورحمة، هل حال النصارى اليوم هو حال أهل رأفة ورحمة أم ذاك في ذاك العصر السابق؟ هذا موجود فيهم، لكن قد يوجد فيهم من تأثر باليهود ونحى منح اليهود بالعداوة والحقد على المسلمين، وإلا فالأصل أن فيهم رأفة ورحمة بخلاف اليهود، إن عندهم غلظة وعنف وقسوة، وعندهم من الحقد على البشرية عموما وعلى المسلمين خصوصا، عندهم الحقد ولا يرون إنه يستحق البقاء إلا اليهود، يسمون أنفسهم شعب الله المختار، وأن الناس كلهم خدم لهم، هي العالم خدم لليهود، هذا شعور اليهود. أما النصارى عندهم رأفة ورحمة، وقد يوجد منهم من يخلو من هذه الصفة ويتصف بصفات اليهود. نعم.